الحقيقة تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت تغزو كل المجالات وبقت جزء أساسي من صناعة الإعلام، سواء الإعلام المقروء أو المرئي أو المسموع حتى. أدوات الذكاء الاصطناعي تستخدم في كتابة الأخبار، في تحريرها، ترجمة المحتوى، كمان تحليل البيانات وتوصيل المحتوى بشكل مختلف للجمهور. أنا عايزة أقول لك يا محمد إن كمان بعض الأبليكيشنز بقت تقدر تعمل مذيعة، صحيح، وتبتدي ان انت تكتب الاخبار اللي انت عايزها او المحتوى اللي انت عايز المذيعه دي تقوله، وتبتدي تقوله باللغه والصوت اللي انت بتحدده. ربنا يستر علينا، شكلها هنقعد في البيت قريب. عن دور الذكاء الاصطناعي في الاعلام وازاي بيغير شكل الصناعه الاعلاميه هنتكلم مع دكتوره اميره عبد الحميد، مدرس الاعلام وفنون الاتصال. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. هنقعد في بيتنا ولا لا؟ يعني ان شاء الله مش قوي. انا هشتغل شويه شويه كده. يعني في البدايه نتكلم عن فوائد الذكاء الاصطناعي، يعني دايما احنا ساعات كثيره بنركز على سلبياته، لكن اكيد في ايجابيات. ايه هي ايجابيات الذكاء الاصطناعي في الاعلام وازاي بيساهم في تدفق البيانات بشكل عام وجمع المعلومات؟ بصي، هو بيسهل الحياه بشكل كبير جدا، يعني في مجالات كثيره. بالنسبه للاعلام، هو ممكن يساعد الاعلامي ان هو يحضر الاسئله بتاعته، مثلا هنتكلم في اي موضوع او الاعلامي عنده ضيف هيتكلم في اي موضوع عايز يحضر اسئله معينه او يحضر محتوى معين، يقدر يساعده في حاجه زي دي، يقدر يساعده ان هو يجمع بيانات وكمان يتاكد ان البيانات صحيحه او لا، اللي احنا بنسميها فاكت تشيكينج، انا اتاكد ان البيانات دي مظبوطه او لا، ممكن استخدمه من خلال الذكاء الاصطناعي. ممكن ان انا كمان اخليه ان هو اكتب انا مقدمه البرنامج او اكتب اي مقدمه، حتى اخليه يكتبها لي بشكل احسن. يعني انا ممكن هو يكتبها لي لوحده، ممكن انا اكتبها واطلب منه ان هو يكتبها لي بشكل احسن. وزي ما حضرتك قلتي برضو في موضوع الترجمه، يعني انا ممكن دلوقتي اكتب اي حاجه بلغتي العاديه واقدر اترجمها للغات تانية كثيره جدا واخليه ان هو استفاد منها ان هو يوصل المعلومه اللي انا عايز اقولها للعالم كله. ده شيء رائع جدا دكتوره اميره، كلها وسائل بتساعد الاعلاميين على ان هم يجودوا في الشغل وفي العمل الخاص بيهم، لكن في النهايه الاعلام فيها لمسه انسانيه، فيها حس انساني. صحيح. يعني مهما جبت يعني ابلكيشنز عملت لي صناعه محتوى، ترجمت لي نصوص عايز اشتغل عليها، ساعدتني في شغلي، لكن الجانب الانساني اللي بيدور المساله ده، صح، اعتقد هو جانب جوهري مهم في صناعة الإعلام. طبعا طبعا، زي برضو مجال التدريس، يعني ان انا برضو بدرس في الجامعة، فانا بحس ان الفرق اللي هيفرق الذكاء الاصطناعي عن الذكاء البشري هي العاطفة. العاطفة والخبرات الحياتية اللي الإنسان بياخدها، يعني حضرتك كإعلامي الخبرات اللي بتاخدها في الحياة وعاطفتك وإحساسك بالجمهور بتاعك، ده ما يقدرش الذكاء الاصطناعي ان هو يعمله. هو في الآخر هي آلة، يعني لازم البعد الانساني ده يكون داخل فيها. فعشان كده انا ما بحسش ان هي هتستبدل البشريه زي ما الناس بتكبر. وبعدين في النهايه الاله دي اللي بيديرها العقل البشري، يعني في النهايه الذكاء الاصطناعي ده اللي بيديره واللي بيبرمجه هو العقل البشري. مظبوط مظبوط، يعني فعشان كده مش ما عنديش المخاوف اللي هي انه هنقعد في البيت وكده، لكن لازم احنا كمان نتطور معاه. يعني اللي ممكن يقعد في البيت اللي هو خلاص مش بيستخدم الادوات دي، فما بيطورش من نفسه، فما ما بيعرفش ازاي ان هو يستفيد منها انها تطوره. ده اللي ممكن لكن ما دام الانسان طول الوقت بيطور من نفسه وبيستفاد بالادوات دي كلها، مش شايفه ان فيها اي مخاوف. يعني طيب ايه مخاطر بقى الذكاء الاصطناعي على الاعلام؟ يعني المخاطر في ان هو لو حد قدر ان هو يستخدمها في حاجه، ان هو مثلا يروج لشائعات معينه، ان هو يستغل الناس بشكل مش صحيح، انه يعني برضه تاني هو الموضوع في ايد الانسان. يعني الانسان زي اي اداه ان هو يقدر يستخدمها بشكل سلبي او شكل ايجابي. لو انا استخدمتها في ان انا عايزه اذي شخص او اركب صوت على صوره او اعمل الحاجات اللي هي بتتعمل اللي بيبقى فيها invasion of privacy او اخترق الخصوصيه، بالظبط. ده طبعا يعني، بس هو في الاخر البعد البشري برضه هو المتحكم فيه. يعني مش ان الاي اي هيصحى الصبح يعمل فينا حاجه، يعني مش بالشكل اللي الناس بتروجه ده. كمان حاجه مهمه جدا عايز اسال حضرتك عليها دكتوره اميره، فكره اهميه الذكاء الاصطناعي في تدقيق المعلومات، انه صحيح بيقدر يشوف المصادر ويراجع المصادر دي ويقارن ما بين اكثر من مصدر من مصادر المعلومات. فكره مهمه جدا، واني اشوف ايه الاخبار الزائفه او الفيك نيوز والاخبار الصحيحه، ازاي ممكن
اطوع او اوظف الذكاء الاصطناعي في خدمه عملي الاعلامي والاخباري تحديدا. ايوه، ممكن تساله اي سؤال عن اي موضوع، سواء في التاريخ، حاجه حصلت زمان او حاجه حصلت دلوقتي في الحاضر، في اي بلد في العالم، مش بس في بلاد معينه، وهو يقدر ياكد لك اذا كانت دي معلومات صحيحه او لا. ويقدر كمان لو هنتكلم مثلا على الصحافه الالكترونيه او الاعلام الالكتروني، ان هو يشوف يعمل اناليسز للناس اللي بتتفرج على البرنامج بتاعك، يشوف مثلا نسبه المشاهده عامله ازاي، نسبه الناس، الفئه العمريه المتحمسه للمحتوى اللي بتقدمه، فتقدر تتيلر المحتوى بتاعك على اساس تحليل البيانات اللي هو بيعملها. ففي جزء منه ان هو ممكن يجمع لك كمان البيانات الكتيره ويحللها لك او يديك ملخص بيها. يعني مثلا عايز تعرف معلومات عن حاجه معينه او بيانات عن حاجه معينه، فبتساله السؤال ده، هو يقدر ان هو يلخص لك من اكتر من مصدر ويديك الخلاصه بتاعه الموضوع كله. طيب بقينا بنشوف طرق لتوليد بعض الصور والفيديوهات لدرجه ان احنا بقينا مش عارفين ده حقيقه ولا خيال. يعني في بعد الفترات اللي فاتت لو تفتكري، كان في صور لبعض الشخصيات الشهيره جدا، سواء في حفلات او غيره او غيره، وكانت الصور دي اي اي مش حقيقيه، لكن ناس كتير قوي تداولتها على مواقع التواصل الاجتماعي على ان هي حقيقه. فالنهارده انا ازاي افرق بين الصوره اللي انا شايفاها دي لو كانت اي اي او حقيقيه؟ هو صعب جدا التفرقه. يعني انا عايز اقول لك ان كمان حتى الاطفال الصغيره بقت تعرف تستخدم الاي اي في انها تعمل صور فيك مش حقيقيه. في كمان دلوقتي الاي اي انفلونسرز، يعني ممكن حد يبقى انفلونسر عامل بيج على اي بقى سوشيال ميديا، اي واحد فيهم، وينزل صور ويكلم مع الجمهور وكل حاجه، كل ده فيك، يعني هو اصلا شخص مش حقيقي. بتبقى مطابقه تماما، يعني الشكل والصوره بالظبط هي يعني ويبقى ليها اخت واخ وام واب وعيله وكلهم بيخرجوا وكل حاجه وصور، وما تقدريش تفرقي ما بين الصور الحقيقيه والمش حقيقيه. دي حاجه بتبقى صعبه جدا، لازم الناس تكون متخصصه جدا جدا عشان تقدر انها تحدد الفرق. وده مهم كمان، يعني محتاجين كمان فكره الاخلاقيات او الاثكس للذكاء الاصطناعي. وده هيخليني اسال حضرتك، في الجامعات المصريه وفي كليات الاعلام، هل عندنا اولا مناهج متخصصه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وسائل الاعلام؟ ده من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه، فكره تدريس الاثكس والاخلاقيات الخاصه بالاي اي. حضرتك عارف طبعا ان في اي كليه اعلام لازم بيدرسوا الاثكس من زمان جدا، بس بدانا بقى ندخل فيها استخدام الاي اي الاخلاقي يبقى ازاي. وموضوع ان احنا نخلي الاي اي في المناهج ده مهم جدا في اي فيلد، يعني لان هو طور حاجات كتير حتى في مجال التصميم والديزاين والهندسه وحتى في الطب، فهو لازم يبقى داخل في كل المناهج. فطبعا في جامعات كتيره بتدرس الاي اي وبتعلم الطلبه ازاي يستفادوا منه بشكل صح وبشكل اخلاقي. وموضوع اخلاقي ده بنحط تحتيه 20 خط، لانه الموضوع بقى صعب قوي. يعني دايما لو الواحد ما عندوش راجع نفسي او هو نفسه عارف الصح من الغلط، وحاسس ان هو مش هيتحاسب عشان محدش هيعرف اذا كان اللي بيعمله ده حقيقي ولا لا، فلما كانش متعلم من هو صغير يعني ايه صح ويعني ايه غلط، الدنيا بتتلخبط معاه خالص بعد كده. اتكلمتي من شويه انه لو ما طورناش من نفسنا هنقف مكاننا، فبالتالي هيتم احلالنا بحاجات تانية. مش بتكلم بس عننا احنا كمذيعين، لا بتكلم عن اي حد ما بيطورش من نفسه في شغله. صحيح. النهارده قد ايه مهم الاي اي داخل في كل مهنه بيمتهنها البشر عامه بشكل عام، وازاي نقدر ان احنا نطور من نفسنا عشان نواكب اللي بيحصل في العصر؟ بصي دلوقتي الانترنت مخلي الموضوع سهل جدا، يعني لو اي حد دخل دلوقتي على الانترنت وعلى جوجل وبدا يسيرش ازاي يستخدم الاي اي في المجال بتاعه، هيلاقي حاجات كتيره جدا وكورسز كتيره اونلاين كمان بقت فور فري ان الواحد يتعلم منها. فهو فعلا انا يعني بنصح الناس بالذات الشباب الصغير اللي في بدايه الجامعه وداخل الجامعه وكده، ان هو يبدا يعرف ازاي يستخدم ده، حتى لو الجامعه عنده ما وفرتلوش ده، هو يقدر من خلال الانترنت ان هو يتعلم ويعرف ويطور من نفسه من خلال. طب احنا هنا بقى في المشهد الاعلامي المصري، شايفه ازاي بنستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ هل دخل كده في نسيج العمل الاعلامي، سواء في غرف الاخبار، في القنوات، في التلفزيون، في حتى صالات التحرير؟ يعني من واقع هنا بقى الممارسه الاكاديميه لحضرتك ومتابعتك للمشهد في مصر، احنا استفدنا، التجربه الاعلاميه المصريه استفادت ازاي او قد ايه بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟
انا شايفه ان احنا بدانا نستفيد، يعني بدانا نجرب حاجات مختلفه في الاي اي. بدات اشوف ناس بتعمل حاجات الترانزليشن ده، اللي هو بيتكلم هو بالعربي وبعدين يركب نفس صوته بس بلغات تانية، فده برضو كانت حاجه كويسه. بدا يبقى في انفلونسرز بيعملوا حاجات بالاي اي برضو كويسه، فبدا في الشكل العملي يعني موجود. وفي شكل اكاديمي احنا بندخله في المناهج بتاعتنا كلها. انا شخصيا حتى بستخدمه في التحضير لشغلي. يعني مثلا لو انا عايزه، لو عندي كمان حد من الطلبه عنده معاناه شويه او سلو ليرنر او عنده مشكله في التعلم، ممكن اسال ايه الاي اي ازاي مثلا اشرح له الجزء الفلاني. حد عنده ايا كان بقى، انا طبعي مش هبقى عارفه كل الناس اللي اتعامل معاهم ازاي، يعني مش كل المشاكل التعليميه هعرف اتعامل معاها. لكن انا بالاي اي يقدر يقول لي ازاي اساله اسئله بشكل مختلف، ازاي امتحنه امتحان مختلف. برضو في التعليم عن بعد الاي اي ليه دور كبير قوي في ان انا ممكن اخلي المناهج دي كلها برضو يكون حد بيشرحها من خلال الاي اي. ولو حد ما يقدرش ان هو يروح مدرسه، ما يقدرش يروح جامعه، يقدر يتعلم اونلاين. اقدر كمان بستخدمه في ان انا اعمل اسئله للطلبه، يعني مثلا عايزاهم شرحت لكتشر معينه او محاضره معينه وعايزه اعمل اسئله عشان اشوف هم فاهمين ولا لا، فاقدر اخلي الاي اي يعمل لي الاسئله دي. وانا كطالب كمان ممكن لو انا عندي امتحان اساله، اخليه يحضر لي اسئله باجاباتها واقعد اتمرن عليها بحيث ان انا لما اخش الامتحان اكون جاهز ليه. فهو استخداماته كتيره جدا، مش مقتصره حاجه معينه، وفعلا بيسهل حاجات كتيره قوي. حتى الفيجوالز اللي بتتعمل عشان مثلا اعمل عرض معين للطلبه فعايزاه يبقى يخليهم متحمسين ويبقى عاجبهم وشددهم، اقدر برضو من خلال الاي اي يوفر لي حاجات زي كده. بتثقي في الريفرنس او المراجع اللي بتجيلك من الاي اي؟ لا، لازم ان انا اتشيك من اكتر من ريفرنس. ده برضو بنعلمه للطلبه ان انا لازم ما اعتمدش على الاي اي في جمع المعلومات، هو اداه من ادوات تانية كتير لازم استخدمها. فلازم انا عايزه ادور على موضوع معين، لازم اسيرش في اكتر من سورس، وفي الاخر اجمع بقى الخص الموضوع في الاخر قرار ليا انا بالظبط، مش الاي اي هو يقول لي المصدر ده هو يعني مور كريديبل ذان، يعني هو اكثر مصداقيه من الحاجات الثانيه. مظبوط كده. عشان كده احنا بنحاول دايما نربي الطالب المايند سيت بتاعته نفسها، هو ازاي هيطلع بعد ما يتخرج من الجامعه عارف ان هو يطور من نفسه طول الوقت. يعني هو الفكره مش انت بتخش الجامعه عشان تحفظ 1 2 3 وتطلع تشتغل بيهم. انت لو ما كانش عندك المايند سيت ان انت تتحكم في الادوات دي صح، وانك انت تبقى عندك البعد الاخلاقي، وانك انت تتعلم البعد النقدي كمان، البعد النقدي والتحليلي، فكل الحاجات المهارات دي هو بيكتسبها عشان بعد كده يقدر ان هو يطور من نفسه طول الوقت. عندكم كورسز لاستخدامات الاي اي؟ عندنا كورسز، يعني بندخل اي اي في كل الكورسز اللي هي اوريدي موجوده بندخل فيها. يعني هندرس لهم صحافه فهنديهم حته الاي اي، هيتعلموا برودكاستنج هياخدوا حته في الاي اي، البودكاستنج، الراديو، كل الحاجات اللي هم اوريدي بيدرسوها داخل فيها. ايه سر حب الشباب الكبير قوي الفتره دي في البودكاست؟ يعني ليه البودكاست دايما بيحسسهم باختلاف عن حتى برامج التوك شو؟ متهيألي البرودكشن بتاعته اسهل. فكره ان 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 هو مش محتاج اكويبمنت وامكانيات كتيره، ممكن اي حد يعملها من البيت. فحاسه ان ده اللي مخليه ترندنج، ان هو فكره ان هو سهل مش صعب. وفي ناس عامله حاجات كتيره قوي حلوه فيه. عارفه بعض الدراسات كمان قالت على على الصوت المايك نفسه بيوصل دفء كده للمستمع والمتفرج، بتخليه يحس كانه قاعد معانا فعلا. ايوه صحيح صحيح فعلا. نشكرك دكتورة أميرة عبد الحميد مدرس الإعلام وفنون الاتصال، كل الشكر ليكي على وجودك معنا. حضرتك نورتينا وشرفتينا دكتورة أميرة عبد الحميد مدرس الاتصال وفنون الإعلام، أو مدرس الإعلام وفنون الاتصال. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، رمضان كريم. الله أكرم.